السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد الفيبي من مدونة دروس أونلاين عالم الكمبيوتر والإنترنت. هنعرف مع بعض دلوقتي حل مشكلة اليوتيوب أو فيروس اللي هو فيروس الفلاش بلاير. طبعا بيظهر لنا مثلا أشكال كتير للفيروس ده، مثلا مشكلة زي دي طبعا اللي بتظهر لأغلب الناس، اللي هي بليز أبديت يور فلاش بلاير، وبتبدأ تعمل انستول وبيبقى في مشكلة عندك، وده طبعا الرسالة دي رسالة مزيفة وبتبقى عبارة عن فيروس. وطبعا كل ما تيجي تعمل ابديت للفلاش بلاير برضو الرسائل بتفضل موجوده، ما بيبقاش فيه اي حل ليها. وكمان ممكن الرساله زي دي wearing your flash player may be out of date، يعني هنا بيقول لك ان الفلاش بلاير محتاج لتحديث، وبرضو بتعمل تحديث وبيبقى فيه مشاكل. وكمان مشاكل ما تيجي تفتح جوجل او الفيسبوك او اليوتيوب، في الغالب بتبقى المشاكل على الثلاث مواقع دي، وممكن تظهر بالشكل ده برضو، يعني حسب المشكلة عندي. النهاردة جاء لي جهاز، يعني كنت بشوف المشكلة بتاعته بحاول أحلها، لقيت إن هي أصلا المشكلة عبارة عن موجود فيروس على الجهاز، اللي هو فيروس اسمه مالوير. الفيروس ده محتاج برنامج وتعمل فحص للجهاز، وممكن العملية دي تاخد معاك وقت كبير، والبرامج وتحتاج تنزل ويندوز وخايلة كبيرة. ولكن أنا في ناس حبيت أوفر عليهم الطريقة، وأنا بعد كده أشرح ازاي نشيل الفيروس ده خالص من جذوره في درس تاني، ولكن انا حبيت يبقى الموضوع سهل وبسيط شوية، وحل مؤقت هو حل فعال جدا، وانا جربته ولقيته فعال جدا، وهو ان انت تستخدم اضافة لتغيير الاي بي. وافضل اضافة لتغيير الاي بي هي اضافة زين مات. الاضافة دي كنت اتكلمت عنها في درس قبل كده، وحلت مشكلة ناس كتيرة كانت بتواجه مشكلة في فيسبوك واليوتيوب والمواقع المشهورة، مواقع السوشيال. تمام، الإضافة بتركبها على متصفح الجوجل كروم والفايرفوكس والأوبرا. تمام، وممكن برضو على الماك أو الأبل أو الأندرويد عفوا، وتقدر تسطبها عادي، بتضغط هنا على أد زوم مات فور جوجل كروم. بعد كده بتبدأ تدخل، بيظهر لك نافذة مبسطة، بتضغط على أد، وبعد كده بتكتب المشكلة في الإضافة اللي هي بتحتاج إنك تسجل فيها، بتكتب بس الإيميل بتاعك وبعد كده الباسورد وتأكيد الباسورد، وبعد كده بتعمل تسجيل وبيجي لك تقريبا رسالة على الإيميل، بتفعل الإيميل بتاعك، وبعد كده بتلاقي الإضافة اتضافت عندك بالشكل ده، بتبقى متفعلة على طول. هي دي الإضافة زي ما احنا شايفين كده، تم تغيير الاي بي. تقدر من هنا تختار الاي بي، هو الاي بي بيتغير تلقائي، كل عليك دلوقتي ان انت تفتح الفيسبوك او اليوتيوب او جوجل او جوجل، هتلاقي الحمد لله باذن الله يعني ان المشكله بتاعتك هتتحل، وهتقدر تخش على اليوتيوب وتتفرج على الفيديوهات براحتك، وان شاء الله اللي يحل المشكله بتاعته يرسل لنا تعليق ويقول لنا النتيجه، عشان الناس اللي تتفرج بعد كده على الفيديو تبقى متاكده من فعاليه الفيديو او عدم جدواه. كنا نكون ده درس النهارده، اتمنى يكون الدرس مفيد، اشوفكم في درس جديد، شكرا، السلام عليكم. ولو حابب تتواصل بالدروس القادمة على مدونة الدروس أونلاين، يمكنك متابعتنا على الفيسبوك www.facebook.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين والإعجاب بصفحتنا، والأهم من ذلك هو تفعيل خاصية الحصول على الإشعارات حتى يصلكم إشعارات بالمنشورات اللي احنا بننزلها يوميا على الصفحة. وكذلك يمكنك متابعتنا على تويتر www.twitter.com/دروس أونلاين، أو البحث عن كلمة دروس كمبيوتر أونلاين. وبالأخير، لو كان عجبك الفيديو النهاردة ما تنساش تضغط على لايك، وكذلك الاشتراك بالقناة، ومشاركة الفيديو مع أصحابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولو كان عندك تعليق تقدر تسيب لنا تعليق بالأسفل، وإن شاء الله هنرد عليك في أقرب وقت ممكن. شكرا.